correlation using Microsoft Excel by دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خالد.احلى.منتدى.دوت.نت وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل اتشان. النهارده ان شاء الله هنستخدم المايكروسوفت اكسل في اننا نعمل illustration نرسم correlation. لو انا استخدمت برنامج تاني زي ما استخدمناه قبل كده اللي هو الجراف باد بريزم ان انا اعرف الكورليشن كوفيشنت والبي فاليو. انا عندي فاريبلز اهو A B C D E F G H I J. عملت انا كورليشن ما بين ال A وال F، كان الكورليشن كوفيشنت 74% بالموجب طبعا، كانت البي فاليو اقل من 5%، يعني معناه significant correlation. لو انا عملت correlation ما بين الفاريبل A والفاريبل I زي ما عملناها بالجراف بريزم او ممكن تعمل بالاكسل او برنامج الاس بي اس اس، طلع ان الكورليشن كوفيشنت 75% بالموجب، يعني في بوزيتيف كورليشن، والبي فاليو اقل من 5%، يعني معناها significant positive correlation. طيب النتائج دي اقدر ارسمها ازاي في جراف؟ بمنتهى البساطه، انا عندي الايه اهي، واضغط على كنترول واعلم على الصف الثاني اللي هو الاف، وداني ضغط على كنترول في لغه المفاتيح طبعا، وعلم على الصف الثالث الفاريبلز الثالث اللي هو R. هلاقي هنا هو انسرت، قائمه انسرت، هضغط على سكاتر، علامه سكاتر، واختار دي كده بالشكل ده. ظهر عندي الايه الرسمه اللي بالشكل ده، النقط كلها قريبه من بعض ومش عارف اعمل فيها ايه. سهله قوي، بسيطه. هنيجي على الاكسس ده اهو، علمت على اهوت واعمل رايت كليك عليه على الايه الاكسس ده نفسه بالشكل ده كده، واقول فورمات اكسس. في حاجه هنا اسمها مينيمال فاليو وحاجه اسمها ماكسيمال فاليو. عايز اكبر الايه الرسمه اللي قدامي وتبقى واضحه، يبقى انا اخليها مثلا مينيمال فاليو عندي 70 مثلا اهو، اشوف ايه اللي حصل. لقيت ان انا لسه برضك في ممكن عندي الجزئيه دي فاضيه، ممكن اكبرها، يبقى انا ممكن برضك اعمل ايه بدل ما هي 70 اخليها مثلا 75، او معلم برضك على الاكسس ده الشكل ده كده، رايت كليك فورمات اكسس، يبقى هنا هو 75. بدات هنا اهو زي ما هو واضح، الاكسس ده بدا من 75 وكذا، بدات القيم تبعد عن بعضها تبقى واضحه. طيب قريبه من بعض قوي، والحته دي المساحه دي فاضيه قوي، انا ممكن اكبر الرسمه بان انا ايه اعيد توزيع الاكسس ده. هو لحد 60 هنا، لحد 70 مفيش قيم، يبقى انا اقول ايه هخلي المينيمال 70 هنا برضه. يبقى علمت على الفيرتيكال اكسس بالشكل ده، رايت كليك فورمات اكسس، واخلي القيمه هنا مثلا 70 المينيمال، اشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان القيم عندي هنا بعدت عن بعض بالشكل ده، بعد كده مفروده واقدر ارسم الكورليشن. طيب الكورليشن مرسوم بس انا عايز اعمله لينير، اوصل ازاي اعمل اللينير ريليشن ازاي؟ هو معلم على واحده منهم بالشكل ده كده زي ما هو واضح، واعمل رايت كليك، وهم قايل اد ترند لاين، وهم عامل معلم على لينير، بقت بالشكل ده ظهر علامه اللينير. على اللي باللون الازرق برضك، واعمل ايه اد رايت كليك واد ترند لاين ولينير بالشكل ده. طيب واضح ان القيم كلها دوائر، طب انا عايز اخليها اشكال مختلفه ثانيه اهي، خلاص علمت عليها بالشكل ده كده، و اجي كده هنا كده اهو على علامه زائد،
على علامة الريشة بالشكل ده، يديني الأشكال ستايل. هذا الستايل اللي أنا مستخدمه هنا. طب أبص كده بقى ستايل تاني أهو، واضح إنه ستايل تاني. خلاص أنا استقريت على الستايل ده، خلاص اخترت أنا الستايل ده. عايز أشيل الإيه الشارت تايتل أو أكتبه زي ما أنا عايز، أنا أشيل الشارت تايتل. طيب القيم اللي بالليجند اللي هنا ديت عايز اكتبها بقى، اللي بالازرق دي بتمثل ايه؟ القيم اللي بالازرق ديت بتدرس العلاقه ما بين حاجتين، الكورليشن ما بين الايه والاف. يبقى اللي بالازرق ديت هتبقى هي مين؟ الاف. طب اكتبها ازاي؟ اقوم عامل رايت كليك كده واقوم جاي بالشكل ده كده اهو، وقال سيلكت داتا. الاولانيه هتبقى هي الاف اهي، اقوم سيريس واحد ايديت وديت هي الاف. لو بفرض ان الاف مثلا بتتقاس بالملي جرام بير ديسيليتر، اقوم بين قوسين كده اقوم قايل ملي جرام بير ديسيليتر، اقول اوكي اتكتبت عندي. السيريس 2 دهيت بتمثل الكورليشن ما بين الايه والار، يبقى هنا الار. اقوم قايل سيلكت داتا واقوم اختار سيريس 2 ايديت اول دهيت اي، وليكن مثلا دي بقيمتها مثلا بيكو جرام بير ليتر بالشكل ده كده، واقوم قايل اوكي اتكتبت القيمه دي. طيب انا عايز اشيل الجزئيه ده اللي هي اللينير ده اللي مكتوبه لينير، اقوم شايل على شلتها، علمت عليا شلتها اهي، فضل عندي القيمتين دول اهو الليجند اهو، عملت مسافه بينهم بالشكل ده كده اهو. طيب انا دلوقتي القيم اللي هي من 75 80 85 اللي هو الايه الاكسس الهوريزونتال ده بيمثل وليكن هو ايه الفاريبل اللي هو ايه، فانا اكتبه ازاي هنا بمنتهى البساطه اهي، علمت عليها بالشكل ده كده، ديت كانت طلعتها لفوق سنه كده بقت في مساحه عندها اهو. هقوم جاي هنا اهوت مثلا انسرت و تكست بوكس، وهعلم هنا كده بالشكل ده كده اهو، ديت ايه ايه وليكن ديت مثلا قيمتها وليكن مثلا ملي جرام بير ديسيليتر، يبقى ملي جرام بير ديسيليتر بالشكل ده كده. اظبطها وهشيل الايه الباوندري بتاعتها او الحدود بتاعتها فورمات شيب، وهم قايل نو لاين، واقوم جاي هنا كده اهو شايل المربع النص ده حاطه هنا كده، بقى اديت القيمه بتاعت الايه الملي جرام بير ديسيليتر. طيب انا عايز اعمل ارسم الحدود بتاعت الشكل ككل، علمت على اهو، واقوم جاي في فورمات واختار وليكن اللون الاسود بالشكل ده كده اهي. طب الاكسس ده عايز اخليه غامق وده غامق يبقى واضح بالشكل ده، علم على الاكسس واختار شيب اوت لاين الهوريزونتال اكسس وشيب اوت لاين. هل انا كده خلصت؟ لا لسه لي ايه؟ لسالي ان انا اكتب بقى القيم بتاعت الار و البي فاليو. هقوم جاي هنا اهوت وليكن ادم مربع النص ده مثلا، اقوم جاي عامل له كوبي كنترول دي، هنحطه فوق هنا كده، هنكتب هي دي عندي الايه ان كورليشن مع الاف وايه الكورليشن مع الار، اللي باللحم اللي بالبرتقالي ديت هي الار، يبقى الار بتاعتها الشكل ده كده، الار هتساوي 75%، والبي فاليو قيمتها اقل من 5%. بالشكل ده كده ممكن احرك السهم كده اهو، بتبقى مايله اشيل احركها لفوق كده، بقى ده كده انا حطيت
الكورليشن كوفيشنت هنا والبي فاليو اللي بتمثل الكورليشن ما بين الاي والار. طيب الار والبي فاليوز اللي بيمثلوا الكورليشن ما بين الاي والاف او معمل ايه اتعلم على دي كده واعمل كنترول دي وهشيلها احطها هنا كده على عالم العلاقه الثانيه بالشكل ده كده هنا اهو بالشكل ده. وانا عارف ان الار بكام 74% اهي والبي فاليو اقل من 5% يبقى كده مظبوط. يبقى انا كده قدرت ارسم الكورليشن باستخدام المايكروسوفت اكسل ما بين فاريبل اي وفاريبل اي وفاريبل اي وفاريبل اف ما بين فاريبل اي وفاريبل اي اداني بوزيتيف كورليشن سيجنيفيكانت بوزيتيف كورليشن حطيت القيم بتاعته اهو. ما بين الفاريبل اي والفاريبل اف اداني برضك سيجنيفيكانت بوزيتيف كورليشن وحطيت الار والبي فاليوز. يبقى انا كده بمنتهى البساطه قدرت استخدم المايكروسوفت اكسل في ان انا ارسم الكورليشن زي ما انا مشيت خطوه بخطوه بالشكل ده. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلى منتدى.net وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. نسالكم صالح الدعاء.